مرحبا بكم في قناة موثوق التعليمية. في هذا العدد سنتعلم كيفية تصحيح الكتابة في برنامج الفوتوشوب. كما تعلمون أعزائي المشاهدين، الكثير منكم يعاني من مشكلة الكتابة بالمقلوب في الفوتوشوب. لاحظوا جيدا هنا، لو كتبت أنا قناة موثوق التعليمية، لاحظوا كيف يقوم الفوتوشوب بكتابتها: قناة موثوق التعليمية. يقوم بكتابتها بطريقة عكسية أعزائي المشاهدين. عملية حل هذه المشكلة سهل جدا. نقوم هنا بحذف الكتابة، نقوم بالضغط على كنترول ك من لوحة المفاتيح، أو الذهاب هنا إلى الخيار الثاني إيديت. نقوم هنا بالذهاب إلى هذا الخيار الأخير، ثم الذهاب هنا إلى خيار جنرال. لاحظوا جيدا أعزائي المشاهدين، تظهر لي هذه الواجهة. نذهب هنا إلى تشيب، نختار هذا الخيار أعزائي المشاهدين، ثم الضغط هنا على أوكي، ثم إغلاق الفوتوشوب، أضغط على نو، ثم إعادة فتحه من جديد. نضغط هنا على فايل نيو، نقوم بالضغط على اوكي. لاحظوا جيدا عند الكتابة أعزائي المشاهدين، نكتب هنا قناة موثوق التعليمية. أصبحت هنا الكتابة صحيحة وبطريقة جيدة كما تلاحظون أعزائي المشاهدين. قناة موثوق التعليمية باللغة العربية، كتابة صحيحة 100% كما تلاحظون. حلت المشكلة أعزائي المشاهدين. هنا نكون وصلنا إلى نهاية الحلقة. شكرا لكم على المشاهدة.